مرحبا بك معنا، كيف هي الصورة الميدانية لديك اليوم؟ ارتفع عدد الشهداء اليوم إلى 13 شهيد لغاية اللحظة، حيث واصلت اليوم السادس على التوالي الحملة العسكرية الشرسة إلى تشن وجيش النظام على المدينة. توقفت الاشتباكات قليلا، ما زالت الدبابات منتشرة في الشارع العام الذي يفصل المدينة من أوسطها، يسمع بين حين والآخر أصوات إطلاق نار. أيضا تقوم بعض الجرافات بإعداد سواتر تروابية في المدينة. سقط على المدينة حتى الصباح أكثر من 70 قذيفة وصاروخ. الحالة الإنسانية في المدينة يرثى لها، فلا ماء ولا طعام ولا حليب أطفال ولا دواء إطلاقا. الجرحى بالمئات، لا يوجد أي خدمات طبية تقدم لهم، جميعهم مشاريع شهادة. هناك تخوف من تجدد اقتحام بقية الأحياء وارتكاب مجازر جديدة بالمدينة. النظام كلما توغل بالمدينة ارتكب مجازرا جديدة وأعداد الشهداء بارتفاع. أيضا اقتحم جيش النظام بعض المناطق في بلدة الأجامل، مناطق في قرى منطقة الأجامل منها بلدة الشعارة، دارت فيها اشتباكات عنيفة مع الجيش الحر. نعم، ليست الحراك واحدة تحت القصف، معظم مناطق ما الدرعة تحت القصف. نعم سيد حوراني، الجيش الحر كان أعلن أنه يسيطر على جزء كبير من الأراضي السورية وأن النظام فقد السيطرة عليها، كيف حال هذه التصريحات؟ هل تنطبق على الأرض لديكم؟ في محافظة درعا، لا يعني الجيش الحر من درعا مختلف عن كل مناطق، هو يسيطر على بعض المناطق بشكل ثابت، يعني في غدور ممكن نقول 30%، أما بقية المناطق تشهد معارك كر وفر، لأن النظام يركز بشدة على محافظة درعا بسبب قربها من الحدود الأردنية السورية وكثرة الانشقاقات وتهريب العوائل، بسبب قربها من العاصمة دمشق ومقاربة استراتيجي. النظام يشدد خصفه اليومي وعمليات الاقتحام لكي لا يفقد السيطرة على محافظة درعا، يشدد من عملياته في المحافظة، ولكن معظم المناطق والمدن والبلدات تشهد اشتباكات يومية بين الجيش الحر ومعارك كر وفر مع جيش النظام. نعم، أيضا تحدثت الأنباء عن وصول أعداد كبيرة من الضباط المنشقين برتب كبيرة إلى الأردن عبر درعا، هل لديك معلومات عن هذا الأمر؟ وصل عميد وأربعة عقداء إلى الأردن. طبعا هذا يجري بشكل يومي، وجرت أيضا بالأمس ليلا اشتباكات لتأمينهم، لا يستطيعون طبعا بدون تأمين الجيش الحر أي أحد يستطيع العبور إلى الأردن. ايضا النظام يقوم بتكثيف من عملياته العسكريه بالاخص على المناطق الحدوديه، يوميا يجري قصف بشكل عنيف على بلده شيخ، بلده تل الشاب، جميع البلدات الحدوديه، ايضا من الطرف الاخر من الحدود من الجهه الشرقيه بلده نصيب وبلده ام اليادن تشهد قصف يومي. النظام يحاول قدر الامكان منع تهريب العوائل ومنع الانشقاقات، لكنه الى الان لم يستطيع فعل ذلك. نعم، من درعا عبد الرحمن الحوراني الناطق باسم شبكه شام الاخباريه، نشكرك جزيلا على وجودك معنا.